بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، صدق الله العلي العظيم. مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى من نور، وهي أكثر ما خلق الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. ملأ بها سماواته وأرضه، اسمها الملائكة. الملائكة في صفائها لا نظير لها، في طهارتها لا نظير لها، في قدراتها لا نظير لها. هذا الكون كله تديره ملائكة. الله سبحانه وتعالى في بداية سورة النازعات يقسم بصفاتهم أو بأعمالهم، بأعمال الملائكة، ما يؤدونه في هذا الكون. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. تدبير أمور هذا الكون، تدبير كل أمور هذا الكون بواسطة الملائكة. العبارة فالمدبرات، العبارة جدا كبيرة، ليست المنفذات فقط. شخص منفذ، الملائكة تنفذ قطعا. العبارة فالمدبرات أمرا، ليس فقط تنفذ، تدبر. تدبير الأمر غير تنفيذ الأمر. تدبير أمور الكون بيد الملائكة. أجسام الملائكة أجسام لطيفة، ليست مثل البشر، أجسام كثيفة. هي أجسام، الملائكة لها أجسام. ما يقال إنها موجودات مجردة كلام غير صحيح. الملائكة قطعا لها أجسام، ولكن أجسامها أجسام لطيفة لا كثافة فيها. ولذا بكل سهولة من الممكن أن ملك يمر من ملك، الملك يمر من جدار عادي، لأنه جسم لطيف ليس كثيفا. أجسام الملائكة يعني ما تتصوره أنت وما يتصوره البشر من الأشكال، توجد مثل هذه الأشكال في الملائكة. أشكال عديدة، أشكال كثيرة،
لعله كل ما يتصوره الإنسان من الأشكال موجودة في عالم الملائكة. أجسام صغيرة، أجسام كبيرة، أجسام ضخمة جدا جدا. أقرأ لكم حديثا أو حديثين شريفين. المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سئل ذات مرة عن قدرة الله عز وجل، كم هي قدرة الله؟ السؤال لا جواب له. قدرة الله، البشر يريد أن يعرف قدرة الله. الإمام أجاب بطريقة ثانية، تحدث عن الملائكة. الملائكة التي هي من مخلوقات الله عز وجل، هذا وضعها حتى تعرف قدرة الله. تعرف أنك لا تتمكن أن تستوعب ولا شيء من قدرة الله سبحانه وتعالى. سئل المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن قدرة الله عز وجل، فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة، هذه الملائكة الكثيرة، منها لو أن ملكا منهم هبط إلى الأرض ما وسعته الأرض كلها، لا تسع ملك، هذا من ملائكة الله، لعظم خلقته وكثرة أجنحته. أجنحة الملائكة ما هي، ما هو معناها، هذا موضوع ثاني. ومنهم من الملائكة من لو، حقيقة العبارة جدا عجيبة، ومنهم من لو كلفت الجن والإنس، لو أن كل الجن وكل الإنس كلفوا أن يصفوه، أن يصفوا هذا الملك ما وصفوه. توجد ملائكة لو اجتمع البشر مع الجن وأرادوا أن يصفوا هذا الملك ما تمكنوا أن يصفوه. لماذا لا يتمكنون؟ لبعد ما بين مفاصله وحسن تركيب صورته. أولا لضخامة جسمه، يعني من شدة الضخامة البشر والجن لا يتمكنون أن يصفوه، وجماله لبعد ما بين مفاصله وحسن تركيب صورته. عظمة، عظمة جسم وجمال، هذه من ملائكة الله. وكيف يوصف من ملائكته من 700 عام ما بين منكبه وشحمة أذنيه؟ بين المنكب وشحمة الأذن كم؟ أقل من طول إصبع الإنسان العادي، هذه شحمة الأذن، هذا المنكب أو المنكب. بين منكب هذا الملك وبين شحمة أذنه 700 عام. في حديث آخر لعله عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن ملك آخر، الإمام يقول أنه بين أذنه وعينيه، لعله ملك آخر، 500 سنة خفقان الطير، يعني طيران الطير، لعله بين أذنه وعينه ملك آخر، يعني أكثر من 2 مليار كيلومتر. ومنهم من الملائكة من يسد الأفق بجناح من أجنحته، لو بسط جناح واحد من أجنحته، كم جناح عنده؟ 10,000، 100,000 ملائكة، هذا شيء مذكور في الروايات الشريفة بعضها، لو بسط جناح واحد من جناحي من أجنحته سد الأفق ملأ دون عظم بدنه، لا يحتاج أن بدنه يسد الأفق، جناح واحد من جناحه من أجنحته. ومنهم من السماوات إلى حجزته، محل شد الإزار يسمى حجزة، السماوات إلى حجزته،
ومنهم من قدمه على غير قرار في جو الهواء الأسفل والأراضون إلى ركبته، ومنهم من لو ألقي، حقيقة عجيبة كلام الإمام ليس مبالغ فيه، ومنهم من لو ألقي في نقرة إبهامه، حفرة الإبهام، من لو ألقي في نقرة إبهامه جميع المياه لوسعها. لوسعتها. ومنهم من لو ألقيت، الملائكة تبكي من خشية الله، صحيح، تبكي على سيد الشهداء، صحيح، عندها بكاء الملائكة، بعض الملائكة، هذا الملك بكاؤه دموع عينيه كم هي. ومنهم من لو ألقيت السفن في دموع عينيه لجرت دهر الداهرين. الله أكبر. السفن لو ألقيت، السفن هذه دموع عينيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه من ملائكة الله. أجسام ضخمة جدا، طبعا بالنسبة إلى إسرافيل وميكائيل حدث ولا حرج في ضخامة جسميهما، أشياء أصلا غير قابلة للتصور، أصلا غير قابلة للفهم. بالنسبة إلى ميكائيل في الحديث الشريف، مضمون الحديث أنه لو وضع رجلا في السماء السابعة كانت رجله الثانية في الأرض السابعة. تعلمون كم الفاصل بين كل سماء إلى سماء ثانية؟ تعلمون كل هذه المجرات كلها والأكثر منها والأكثر منها كلها في السماء الأولى، وهي أصغر السماوات. ميكائيل هكذا جسم ضخم عنده، وطبعا الملائكة تتمثل بأي صورة، تتمكن أن تتمثل بصور صغيرة كبيرة، ولكن هذا جسمه الحقيقي. في حديث شريف آخر عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام أنه سئل: هل الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ سؤال طبعا جدا مضحك، شخص يسأل العشرة أكثر أو العشرة مليارات مليارات المليارات المليارات، هكذا الفرق بين البشر، عدد البشر أصلا لا شيء في هذا الكون، من أقل ما خلق الله البشر في هذا الكون، البشر عدده جدا جدا قليل، والملائكة أكثر ما خلق الله في هذا الكون. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لعدد ملائكة الله في السماوات أكثر من عدد التراب في الأرض، وما في السماء موضع قدم إلا وفيها ملك يسبحه ويقدسه، ولا في الأرض شجرة ولا مدر إلا وفيها ملك موكل بها يأتي الله كل يوم بعملها أو بعلمها في بعض النسخ، والله أعلم بها. يأتون بعلم القضية إلى الله، والله أعلم، طبعا لا يحتاج إلى علم هؤلاء الملائكة، ولكن هؤلاء وظيفتهم هذه. المدبرات فالمدبرات أمرا، تدبير أمور الكون، كل مدر فيه ملك، كل مدر، كل شجر فيه ملك. وما منهم أحد إلا ويتقرب، ما منهم أحد، هذا العدد الكبير من الملائكة كلهم، وما منهم أحد إلا ويتقرب كل يوم إلى الله بولايتنا أهل البيت. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ويستغفر لمحبينا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا في كل يوم، في كل يوم من واجباتهم كما أننا نصلي، هم يصنعون هذا الشيء، يتقربون إلى الله بولاية أهل البيت، يستغفرون لمحبي أهل البيت، ويلعن أعداءنا، ويسأل الله أن يرسل عليهم العذاب إرسالا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحديث عن الملائكة حديث عن جمال الملائكة، عن أوصاف الملائكة، عن طهارتهم،
عن نورانيتهم. حديث جدا شيق، والروايات الشريفة في هذا المجال كثيرة. هناك من هذه الملائكة أحدهم هو السيد الملائكة. عندما نقول سيد الملائكة وهو جبرائيل عليه السلام، سيد الملائكة ليس معنى ذلك مثل سيد قوم في البشر. سيد القوم أفضلهم مثلا، أكبرهم، أعظمهم شأنا. لا، جبرائيل ليس فقط هو أعظمهم شأنا، هو أفضلهم، هذا صحيح. سيد الملائكة جبرائيل يعني في صفائه، في نورانيته، في قدراته، مجموع الملائكة في جبرائيل. الملائكة هو جبرائيل عليه السلام هو خلاصة الملائكة. قدرات الكون كلها بيد جبرائيل، طهارة جبرائيل، نورانية جبرائيل لا يقاس بها فيها أي ملك بجبرائيل. القضية ليست فقط أشرفية أفضلية، لا، اجتماع. جبرائيل هو المسيطر على كل هذه الكائنات. يعني بأبسط إشارة ينهي مجرات، بأبسط إشارة يوجد مجرات، بأبسط إشارة. فقط في المجرات، فقط في الشموس والأقمار، لا، حتى بالنسبة إلى الملائكة. جبرائيل حسب الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة له سلطة، له ولاية تكوينية في عالم الملائكة، ليس فقط ولاية تشريعية. ولاية تشريعية يعني ماذا؟ يعني إذا أمر يجب عليهم أن ينفذوا أوامره، هذا واضح. لا أحد من ملائكة الله، أعظم ملائكة الله، لا يتمكن أن يتخلف من أوامر جبرائيل، هذا واضح. هذه ولاية تشريعية، لا، له ولاية تكوينية. يعني ماذا ولاية تكوينية؟ يعني يتمكن أن يوجد ملائكة، يتمكن أن يعدم ملائكة، يتمكن أن يقطع ملائكة، يتمكن أن يصنع أي شيء. ولاية تكوينية لجبرائيل، يعني سلطة، سلطة تكوينية، يفعل بالملائكة ما شاء جبرائيل. هكذا نحن، المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول لو اجتمع الجن والإنس أن يصفوا ملكا لا يتمكنون. هذا ملك، نتمكن أن نصف جبرائيل؟ طبعا لا، سيد الملائكة قطعا لا يوصف من قبلنا. يعني في بعض الأحاديث الشريفة له 600 جناح، في بعض الأحاديث 600,000 جناح. هذه الأجنحة لعلها يستفاد من الروايات الشريفة أنها مصادر قدراته. يعني مثلا جناح من الأجنحة للإماتة، جناح من الأجنحة للخلق، جناح من الأجنحة للرزق، لعله. هذه مصادر قدرات جبرائيل. جناح من الأجنحة لتعذيب الأمم التي عذبها الله سبحانه وتعالى، الواسطة عادة جبرائيل كان. هذا يستفاد من بعض الروايات الشريفة. بريشة واحدة صنع بالأمة الكذائية كذا، ورد في الروايات الشريفة هذا الشيء. ريشة واحدة يعني ماذا؟ نحن نتصور الجناح، هذه كلمات كنايات. الجناح ليس بالضرورة مثل جناح الطير، ولكن هذا تصوير المعقول، تشبيه المعقول بالمحسوس لكي يتمكن البشر أن يستوعب. إجمالا جبرائيل إذا أردنا أن نلخصه في هاتين الآيتين أو هذه الآيات الثلاث. الله عز وجل يصف جبرائيل بخمس أوصاف في ثلاث آيات قرآنية متتالية. في وصف جبرائيل يقول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. خمس أوصاف، كريم، ذي قوة، الله يقول عنه ذي قوة، أعرف قوة جبرائيل. عند ذي العرش مكين، صاحب مكانة عند ذي العرش. فسر هذه الكلمة. مطاع، هذا عالم التشريع، جبرائيل يأمر، ميكائيل أيضا يطيع، إسرافيل أيضا يطيع،
سادة الملائكة يطيعون. عنده قوة، هذه عالم، هذا قوة تكوينية، ذي قوة مطاع، قوة تشريعية، أمره نافذ. ثم أمين، أو لعله كلمة ثم نجعلها مع الكلمة السابقة، مطاعا ثم فاصل فارزة أمين، هذا يحتاج إلى تفسير. طبعا على القراءة الثانية إذا جعلنا الفارزة بعد كلمة ثم المعنى يحتاج إلى تحليل. ذي قوة عند ذا العرش مكين مطاعا ثم، هذا مطاعا ثم صعب يكون تفسيره، صعب ممكن. أمين صاحب أمانة. جبرائيل هذا، هذا الذي هو سيد الملائكة، هذا الذي قدرات الملائكة عنده، هذا الذي مطاع، هذا الذي صاحب قوة في عالم الملائكة، هذا جبرائيل. اسمعوا هذه الرواية الشريفة عن أبي ذر الغفاري عليه السلام، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول افتخر إسرافيل على جبرائيل، على جبرائيل، فقال أنا خير. هذا الافتخار متى كان؟ قبل آلاف السنوات، في زمن النبي، قبل ذلك لا نعرف، إجمالا حصل هذا الشيء. افتخر إسرافيل على جبرائيل فقال أنا خير منك، قال ولما أنت خير مني؟ قال لأني صاحب الثمانية حملة العرش. إسرافيل مسؤول حملة العرش الثمانية، وأنا صاحب النفخة في الصور، وأنا أقرب الملائكة إلى الله تعالى. هذه الكلمة جدا جميلة ولها تفسير في روايات ثانية، يعني ماذا أنا أقرب الملائكة إلى الله عز وجل؟ هذا له تفسير، لا علينا الآن بتفسيره. قال جبرائيل عليه السلام أنا خير منك، فقال إسرافيل يعني بما أنت خير مني؟ ما السبب أنك خير مني؟ قال لأني أمين الله على وحيه، وأنا رسوله إلى الأنبياء والمرسلين، وأنا كذا وأنا كذا، إلى أن يقول النبي صلى الله عليه وآله، يقول صلى الله عليه وآله فاختصما إلى الله تعالى فأوحى إليهما أن اسكتا، فوعزتي وجلالي لقد خلقت من هو خير منكما، قال يا رب أو تخلق خيرا منا ونحن خلقتنا من نور، في بعض النسخ ونحن خلقنا من نور الله، الملائكة مخلوقة من نور الله، يوجد أفضل منا؟ طبعا إسرافيل وجبرائيل سادة الملائكة. قال الله تعالى نعم أنا خالق أفضل منكما، خير منكما. قال الله تعالى نعم، فأوحى الله إلى حجب القدرة. حجب القدرة هي الحجب بيد إسرائيل، إسرافيل، الحجب بيد جبرائيل، لا شيء آخر غير ما هو تحت سلطة إسرافيل وجبرائيل، ما هو لا نعلم. فأوحى الله إلى حجب القدرة أن انكشفي، فانكشفت، فإذا على ساق العرش الأيمن مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد، وعلي وفاطمة والحسن والحسين خير خلق الله، طبعا تعلمون هذه العبارات كتبت على أطراف العرش، أمثال هذه العبارات، هذه العبارة مكتوبة حسب هذه الرواية الشريفة على ساق العرش الأيمن. فقال جبرائيل
يا رب فإني أسألك بحقهم عليك. السائل جبرائيل المخلوق من نور الله، جبرائيل أنزه أطهر ملك خلقه الله، يسأل الله عز وجل ويقسم على الله، عنده طلب جبرائيل، جبرائيل يسأل لا يرد، وثم يقسم على الله عز وجل بهؤلاء وهم خير خلق الله. فقال جبرائيل يا رب فإني أسألك بحقهم عليك إلا جعلتني خادمهم. قال الله تعالى قد جعلت، أو في بعض النسخ قد فعلت. ثم يقول صلى الله عليه وآله فجبرائيل من أهل البيت وإنه لخادمنا. خادم أهل البيت من؟ جبرائيل سيد الملائكة، خلاصة الملائكة النورانية، يسأل من الله عز وجل ويقسم على الله. هذا الشيء إلهي أنا أريده، أريده بالقسم على أهل البيت، بالقسم عليك بحق أهل البيت، هكذا يطلبه جبرائيل. خدمة أهل البيت هذه قيمتها. إذا وفق أحدنا لخدمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في أي مرتبة، خدمة أهل البيت مراتب كثير، يعرف قيمة هذا الشيء، هذا الشيء الذي جبرائيل هكذا يطلبه. هذا وسام لا وسام مثله، لا وسام مثله. هذا الوسام لو ضحى من أجله الإنسان بكل ما يملك يسوى، ولا يفقد هذا الوسام الذي حصل عليه. ممكن، ممكن شخص يحصل على هذا الوسام ثم يفقده، وقد حصل ذلك مرارا وتكرارا. حصل، كان البعض في درجات عالية من الناحية الظاهرية في هذا الوسام، عندهم وسام بدرجة عالية فقدوه. نماذج في التاريخ كثيرة، نماذج في عصور أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، نماذج في عصورنا. يؤسفني أن أذكر هذا كذا قضايا، ولكن يلزم أن نعرف أحد من كان عنده من الناحية الظاهرية هذا الوسام بدرجة عالية، وسام خدمة أهل البيت، كان من خدام الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، صنع أشياء وأشياء، قال أشياء وأشياء على منبر سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، سلب منه. أشياء لا ترضي أهل البيت. خادم الحسين يلزم أن يتصف بصفات، الذي أعطي هذا الوسام يلزم أن يجعل نفسه بنحو من الأنحاء قريبا من تحمل هذا الوسام. خدمة سيد الشهداء قد تسلب، نعم قد تسلب، تعطى لك امتحانا، أنت أهل لها تبقى لك، لست أهلا لها تسلب بأي صورة من صور الخدمة. خدمة سيد الشهداء، شخص خطيب، شخص رادود، شخص يخدم في حسينية، شخص يأسس حسينية، هذه كلها خدمة بأي صورة. إذا حصل أحدنا على هذا الوسام الذي طلبه جبرائيل من الله عز وجل، أولا نكون شاكرين. شكر لساني واضح، شكر عملي واضح، شكر قلبي. شكر قلبي تعلمون يعني ماذا؟
يعني فرح بهذا الوسام، يعني سرور، يعني معرفة قيمة هذا الوسام، يعني أن الإنسان لا يبدل هذا الوسام بالأشياء العظيمة الأخروية ناهيك عن الدنيوية، معرفة قيمة الشيء. هذا أولا. ثانيا، لأجل هذا وذاك لا نفقد هذا الوسام، يعني الحذر. الذي عنده دينار لا يحتاج أن يكون حذرا، ما عنده الشيء مهم. الذي عنده درة ثمينة تسوى الملايين يلزم أن يكون حذرا. الذي عنده هذا التوفيق عنده درة ثمينة طلبها جبرائيل من الله عز وجل، يلزم أن يكون حذرا. نعم، يوجد سراق لهذا الوسام. نعم، الشيطان، النفس، سراق، سراق هذا الوسام، لأن كل الخير في هذا الوسام. أن نكون شاكرين إذا حصل أحدنا على هذا التوفيق، أن يكون شاكرا لسانا، عملا، قلبا، وأن يكون حذرا. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بحق محمد وآل محمد أن يرزقنا خدمة محمد وآل محمد. اللهم بحق محمد وآل محمد لا تسلبنا خدمة محمد وآل محمد. اللهم بحقهم زدنا في هذا التوفيق. اللهم بمحمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد عجل فرج مهدي آل محمد.